إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة العمر في الكريم. سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا، لكن قبل البدء أولا أدعوكم للاشتراك في قناة تليجرام مجانية، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. أي شخص تواصل معكم بهذا الاسم أو الصورة فهو نصاب، كونوا حذرين. بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، ولا بأس المشاركة معك بعض الأرباح. لاحظوا الأخ حسن هنا يحقق من سولانا تقريبا ألف و يعني 200 1300 دولار 1200 نعم تقريبا 1181 أو 184% ربح من سولانا كما تلاحظون، يعني أرباح قوية إخواني أخواتي. هذا الأخ حسن، خلينا نمر هنا كذلك 137% ربح، يقول جس نبض إلى حين. هنا كذلك الأخ محمد يقول، خلينا نروح نشوف الأخ محمد ماذا يقول. يقول طلعت بدري من الذهب ويحقق 170 دولار، كذلك هنا يحقق 542 دولار من الأوزي تشي في اليو اس 30 والسيلفر أو الفضة. هنا كذلك 138% ربح من البيتكوين، هنا 33% ربح من البيتكوين، هنا 75% ربح من تون يو زي تي، هنا أدا 307 دولار ربح كما تلاحظون، 91% ربح، 1524 دولار من دلشاد يحقق 1524 دولار، أرباح قوية من البيتكوين كما تلاحظون، 232% ربح من أومني يو اس دي تي، 49% ربح من البيتكوين، توربو 134%، 288% البيتكوين، كذلك 471 دولار ما يوازي 685% ربح. الأخ سمير 135% ربح ويف يو اس دي تي، هنا كذلك 3220 دولار، ويقول اشكرك استاذي على نظري التقفيل والدوره وكل شيء. يعني كما تلاحظون ارباح قويه اخواني اخواتي، نشاركها معكم يوميا يوميا، نشارك معكم الارباح مما يثبت قوه علم المنطق في التداول، مما يثبت قوه دوراتنا، وكل هذا بفضل هذا العرض كما تلاحظون، عرض به دورتين، دورة تحليل موجي ودورة برايس اكشن، 34 فيديو، 25 ساعة من الأسرار لاحتراف أي سوق بمتداولين. كذلك في هذا العرض موجود 4 أشهر اشتراك في قناة التحليل اليومية، هي التي تعطيك 70% مما تحتاج، لأن نحلل فيها يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق فوركس كريبتو أسهم ومتداولية، وكذلك تحصل على 4 أشهر اشتراك في مجموعة نقد، يعني عرض كامل متكامل لن تجد أفضل منه، فقط ب 197 دولار. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو أو الرابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أو الرابط، اضغط عليه، تواصل معي مباشرة على الخاص الذي أجاوبك، تبدأ رحلتك نحو 5 من الرابحين وتبتعد عن 95% الخاسرين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com، beprowavetrader.com في هذا الموقع، هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحميلها مثل الدليل الأساسي للشمولية بين المبتدئين. اضغط على ابدا الان مجانا وضع ملكك الخاص وتصلك الكتب بملكك الخاص. تحذير، التداول من خطيره يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناه هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح ماليه ولا استثماريه ولا توصيات. اذا ضغطت على زر الشراء او البيع فانت المسؤول مسؤوليه تامه عن قراراتك. قناه العمر في الكاتب لا تتحمل اي مسؤوليه، كل ما نطلب منك أن تراقب تقارن تشاهد، وإذا جابتك الطريق يمكنك الانضمام الى عروضنا والى دورتنا. البيتكوين اذا تذكرتم عندما حللنا هذا النموذج قلنا أننا نريد أن يكسر القاع إذا كان سيعطينا نموذجا مكتمل، وبعد ذلك سنبحث عن الصعود إذا أتيحت لنا الفرصة. تم كسر هذا القاع مستوى تقريبا 57 ألف دولار تقريبا، خلينا نشوف، يعني 57 ألف دولار تم كسر القاع، وبعد ذلك يعني حصل على هذا النموذج هكذا، وهذا النموذج هكذا، يعني كبنية W X Y X والزد، الزد هي على شكل A B C أتوقع، مجدفعة، تصحيح مجدفعة. إذا كانت فرصة أولى في هذا، يعني التصحيح في هذا النطاق، في هذه المنطقة كان يجب استغلالها للصعود. إذا كان يريد الصعود نحتاج فقط إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح هنا، ونبحث عن الصعود مرة أخرى مع كسر هذه القمة مستوى ال 62 ألف دولار و700، يجب تحريك وقف الخسارة إلى منطقة الدخول إلى بريك إيفن وتركه. الهدف سيكون
بالنسبة لنا هو القمة كهدف أول. هذا مستوى يعني مستوى 73 ألف دولار و800 تقريبا، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني سيكون إذا استعملنا الفيبوناتشي اكستنشن، راح ركزوا معي إخواني أخواتي، هذه الموجة ستكون من هذه المنطقة، لأن يعني هذا الموجة يعطيك دبليو إكس واي، قد تكون إكس. إذا خلينا نحضر الفيبوناتشي بطريقة صحيحة، فيبوناتشي اكستنشن، إذا سنحضر الفيبوناتشي هكذا من هنا إلى هذه المنطقة ثم نعود به هكذا. إذا الهدف الثاني سيكون مستوى 86 ألف دولار و 700 تقريبا، يعني 87 ألف دولار. والهدف الثالث سيكون 103,600 أو 104,000 دولار. أوكي، هناك موجة، هذه الموجة قوية، ربما إذا لم يكن هذا هو التصحيح، لأن هذه الموجة كذلك في الوسط قوية، قد تقفل. إذا كان هذا هو التصحيح قد يطير السعر، لذلك ممكن يصل السعر إلى مستوى 161.8 في بوناتشي، ممكن يصل. إذا هذا تصحيح الآن كبنية مكتمل، كان هناك تلاعب كذلك هنا في هذه المنطقة، يعني أي فرصة فهي للبحث عن الصعود لكسر كما قلت هذه الأهداف الثلاث. الآن كما تلاحظون هذا تصحيح الآن مكتمل البنية، نحتاج فقط إلى زيادة في المومنتوم. الآن إذا ضيعت الفرصة الأولى تحتاج إلى زيادة في الزخم، إلى زيادة في المومنتوم بين آخر موجتين، هذه الموجة وهذه الموجة الصاعدة، يعني تحتاج أن يزيد شوي الزخم إلى أن يصل إلى أن يكسر هذا الجدار. هذا الجدار يتم كسره بكل بساطة، لأنه إذا ضيعت هذا النموذج أو هذا النطاق لا يجب انتظار تصحيح آخر. إذن يجب انتظار أن يتم كسر مستوى 59 ألف دولار و900 وبعد ذلك تصحيح، إذا صعود ثم تصحيح هنا، وحين يمكن البحث عن الصعود. لماذا؟ لأنه إذا ما كانت هذه الموجة WXY وكانت فقط ضمن هذه الموجة، قد نحصل على حركة أخرى ويعود لمرة أخيرة قبل الصعود، ويصير أكثر تعقيد، ويصير أكثر تعقيد، ولكن دائما راح يبقى تصحيح للصعود، فقط هي عبارة عن تلاعبات. وإذا ذكرتم قلنا انتبهوا، البيتكوين هو في منطقة تلاعبات، وإذا نظرنا جيدا سنجد أنه لدينا نطاق في أو حرب بين المشتري والبائعين في هذه المنطقة. هذا هو آخر منطقة توقف فيها السعر قبل أن تبدأ التلاعبات، وهو الآن بدأ يكسر منطقة النطاق، منطقة التحضير بين المشتري والبائعين. هذه كلها عبارة عن يعني اختراق كاذب. إذا الآن كما قلت بكل بساطة الأمر سهل، إذا ضيعت هذا النطاق، إذا ضيعت فرصة هذا النطاق من هنا، الآن تنتظر أن يصعد السعر يكسر هذه المنطقة القمة ثم يصحح هنا تصحيح بسيط، وهذا هو صعودك. هدفك الأول أو كسر القمة يجب تحويله في الخسارة إلى بريك إيفن. بريك إيفن، وبعد ذلك كما قلنا لدينا عدة أهداف. الهدف الأول هو القمة، والهدف الثاني هو 127 في بوناتشي اكستنشن، والهدف الثالث هو 161.8 في بوناتشي اكستنشن. إذا ذكرتم قلت كل سيناريوهاتنا لحديث الساعة هي للصعود، إلا في حالة واحدة، إذا بقي هذا التذبذب، هذه الموجة المتذبذبة التي أعطتنا هذا الريبولر، إذا بقيت متذبذبة وكسر، عفوا خلينا على فيلم 4 ساعات، إذا بقيت يعني تصعد وتنزل، تصعد وتنزل بطريقة متذبذبة بهذه الطريقة إلى أن كسرت القاع، هذا سيغير التحليل بعض الشيء للنزول. تلاحظون؟ إذا لحد الساعة كل سيناريوهاتنا هي للصعود، لحد الساعة هي سيناريوهات للصعود، فقط زيادة في الزخم ثم تصحيح كسر لآخر جدار، ونبحث عن ذلك الصعود الذي يعني يجب مراقبة البيتكوين. الآن بيتكوين بدأت بنيته تتضح جيدا، وهذا عبارة عن تصحيح واضح للصعود. إذا كان هذا هو تحليل اليوم للبيتكوين، أتمنى لكم استفدتم من هذا الدرس، إن كنتم كذلك فزروا لايكات، دعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا إذا أردتم احتراف التداول هذه الطريقة العلمية المنطقية التي تعتمد فقط على ما نراه في الشرط، لا نعتمد لا على شائعات ولا على أي شيء آخر، ليس لديك إلا أفضل عرض يمكنك تعلم إدارة احتراف التداول. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك هو الرابط، اضغط عليه تواصل معي مباشرة الخاص الذي يجاوبك، تبدأ رحلتك نحو الخمسة بالمرابحين وتبتعد عن الـ95 بالخسر. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأنا لم أعرف كيف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.